ينضم معنا من بغداد للحديث عن استمرار انتهاكات الميليشيات ضد المتظاهرين في العراق وتقرير بعثة الأمم المتحدة ينامي حول أعداد الشهداء من جراء هذا القمع. معنا السيد علي عزيز، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. سيد علي، بداية مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير. يعني نبدأ معك أيضا، متظاهرو ذي قار يؤكدون أنهم مستمرون في تظاهراتهم حتى تحقيق مطالبهم بعد أكثر من 8 شهور، كيف تبدو الصورة في البلاد؟ سيد علي عزيز، تسمعني؟ يبدو أن هناك خلل في الصوت، سنحاول مرة أخرى الاتصال بالسيد علي عزيز. أيضا ينضم معنا من عمان السيد عمر الفرحان، مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. سيد عمر الفرحان، مرحبا بك. هل تسمعني أستاذ عمر؟ نعم، أهلا بك أستاذ عمر. تغلغل الأحزاب السياسية في جميع مفاصل الدولة، بعثة الأمم المتحدة في العراق وثقت تعرض المختطفين لعمليات الخطف والاعتداء ضد متظاهري ثورة تشرين. يعني هذه الأمور، شتى أنواع التعذيب، كيف تصفها؟ بداية كل عام وأنتم بخير، والجماهير المنتفضة الداعية إلى الحرية وإلى الاستقلال وإلى الأمن والأمان في محافظات العراق جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين هذه الكرب وهذه المحن والبلاءات. بداية أيضا نقول أن تقرير الأمم المتحدة جاء متأخرا وجاء ناقص في كثير من الجوانب، وأنه راعى في هذه المرة أكثر من غيره المشاعر الحكومية لنقول في هذا الجانب، وأنه يعني أغفل مشاعر الشهداء وأغفل مشاعر الجرحى والمختطفين والمعتقلين في التظاهرات ومن قبلها من التظاهرات. وهذه الأرقام هي ليست حقيقية وليست دقيقة، وإنما اعتمدت على ما سجل في المستشفيات الحكومية وبأمر من الحكومة، وليس كما يعني وقع فعلا في الساحات، والذي تجاوز 750 إلى 1000 متظاهر وقعوا تحت نيران القوات الحكومية والميليشيات، وأيضا من أجهزة المخابرات التي اغتالت الكثير من الشباب واغتالت الناشطين الذي كان يرأسه مصطفى الكاظمي، والآن هو في سدة الحكم ويعلم علم اليقين بأن هؤلاء وقعوا ضحية التآمرات السياسية والتآمرات الخارجية ضد أبناء الشعب العراقي. وبالتالي الأمم المتحدة إلى الآن هي شريكة في هذه الانتهاكات الخطيرة، وهي شريكة في بصمتها وتجاهلها للوقائع والحقائق التي أفرزت وأنتجتها هذه التظاهرات، بسبب أن هذه الحكومة أو الأمم المتحدة أيضا هي تريد أن تبقى دوامة العنف في العراق مستمرة، وإلا إذا كان هناك تحرك أممي جاد وكانت هناك قوانين دولية تحكم، فيجب على الأمم المتحدة أن تقول الحقيقة في أول واقعة وقعت وتبرهن وتدلل على أنها دولة أو منظمة دولية محايدة تريد أن تزرع الأمن والاستقرار في المناطق. وبالتالي فقد آثرت الأمم المتحدة على السكوت منذ بداية التظاهرات، ونطقت بعد ذلك لتزيف الحقائق عما هي عليه، وبالتالي فهي قد شاركت بعض الشيء في هذه الانتهاكات، وأنها لا تريد الاستقرار في المنطقة. نعم، أرحب بالسيد علي عزيز. تسمحني الآن أستاذ علي؟ أسمعك. نعم أستاذ علي، يعني المتظاهرون في ذي قار يؤكدون أنهم متواصلون بثورتهم حتى تحقيق مطالب الثورة، بعد مرور 8 شهور كيف تبدو الصورة في البلاد؟ نعم طبعا، المتظاهرين ليس في ذي قار فقط، وإنما بكل محافظات العراق مستمرين بثورتنا هذه، وإحنا قررنا أنه عدم التراجع عن أهدافنا وعن مبادئنا، مهما كلف الأمر هذا ومهما كلفنا من تضحيات
طبعا مع العلم من خلال الريبورتاج اللي قدمته حضرتك، احنا اعداد الشهداء تجاوزت الالف شهيد في سوح الانتفاضه فقط. هذا الرقم الالف شهيد طبعا ناهيك عن الذين تم اغتيالهم من الناشطين ومن المتظاهرين الثوار في الشوارع وامام منازلهم من قبل عصابات الحكومه، عصابات المنطقه الخضراء وبما يسمون انفسهم، طبعا هم ميليشيات منفلته. احنا عندنا الاعداد تجاوزت الالف، اما عدد المختطفين والمغيبين يا استاذ احنا عندنا اعداد كبيره جدا. يعني بعدم ذكر الأرقام الحقيقية من خلال بعثة الأمم المتحدة مثل ما تفضل السيد عمر الفرحان، يعني هل فعلا تغفل الأمم المتحدة مشاعر الشهداء، مشاعر الجرحى وهذه الأعداد عندما تكون الأرقام غير حقيقية؟ سيدي احنا دائما اتهمنا الامم المتحده واتهمنا بالذات ممثله الامم المتحده بالعراق بالتوافق مع الحكومه العراقيه. الامم المتحده لو تريد ان تكون لها مجسات لكانت لها مجسات عن طريق جميع المنظمات، يعني طبعا السيد عمر فرحان هو يعني احد هذه المنظمات اللي يوثق كل هذه الامور والمسائل، يعني كان الاولى بهم ان يستعينون بشخص مثل السيد عمر من خلال طبعا راح يعرفون كثير من الحقائق. طبعا احنا اليوم الامم المتحده نعتبرها شريك اساسي في قمع الثوره العراقيه، الامم المتحده اصلا يعني لم تحرك ساكن ابتداء من اليوم الاول عندما تم قطع الانترنت على الشباب العراقي الثائر من اجل التكتم على الجرائم، جرائم الحكومه بحق المتظاهرين اللي خرجنا سلميين من اجل التكتم على القناصين على عصابات الكواتم. يعني فلذلك احنا نتهم الامم المتحده بالتوافق مع الحكومه، حكومه المنطقه الخضراء. هذا الشيء احنا مستمرين بفضحه ان شاء الله ومستمرين بتعريته سواء من الجانب الامم المتحده او من جانب الحكومه. الامر في العراق هناك ازمات يعني تترى متواليه، ازمات سياسيه، ازمات اقتصاديه. كيف اسهم نفوذ الاحزاب وسطوه الاحزاب في هذا المنحنى الخطير الذي وصل اليه العراق؟ يعني بالنسبه للازمه الاقتصاديه اليوم لو احنا نلاحظ وجود اراده لدى السيد الكاظمي اللي هو احنا نعرفه، احنا افصحنا من اول يوم عن موقفنا انه شخص ضعيف ومسلوب الاراده، والا ما كانت تفضل علي واتوا به رئيسا لوزراء العراق. لو اكو اراده حقيقيه موجوده عنده لكان انه جمع جميع الفاسدين وأعاد الأموال المسروقة والمنهوبة. هذه الأموال تكفي العراق لسنين عديدة. بعد إحنا عندنا ميزانيات بأكملها تم سرقتها من رؤساء وزراء، من أحزاب، من مكاتب اقتصادية تابعة لهذه الأحزاب، من نواب، من إلى يعني حدث ولا حرج. القائمة طويلة جدا، يعني الأجدر به قبل أن يذهب وأن يقترض مبلغ من السعودية 3 مليار دولار لتغطية الرواتب، وهذا طبعا هذا القرض اكيد هذا القرض راح يحمل فوائد، وهذا وبالتالي المواطن العراقي راح يقع على عاتقه وكاهنه هذا القرض. كان الاولى به ان يبعث وراء 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 حيتان الفساد، وراء حيتان فساد حزب الدعوه والتيار الصدري والى اخره، ممن نهبوا البلد من 2003 ولحد الان. طيب استاذ علي اقرا معي لو سمحت. أستاذ عمر، وثقت الأمم المتحدة اختطاف 123 متظاهرا خلال تظاهرات ثورة تشرين لم يعثر إلا على 98 منهم. ذكرتم أن يعني الأمم المتحدة ربما تكون شريكة، أو أكدتم أنها شريكة فعلا مع الحكومة فيما يجري. ترى ما الذي يجعل الأمم المتحدة تكون شريكة للميليشيات في عمليات الاعتداء على المتظاهرين أو اختطافهم؟ دعني أنوه ببداية الأمر على الأرقام التي ذكرتها الأمم المتحدة. يعني هي الأحرى بها أن يعني تطلع على البيانات الرسمية التي تصدرها الحكومة وتصدرها المنظمات الحكومية. مثلا قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنها وثقت 2615 معتقل من المتظاهرين، هذا التصريح قبل يومين لا اكثر، قبل يومين هذا التصريح، 2615 معتقل لدى القوات الحكوميه من المتظاهرين. كيف وثقت الامم المتحده يعني هذا الرقم الذي هو يعد 1% من هذا الاعداد؟ يعني من غير الطبيعي، يعني من اين استقت هذه المعلومات؟ طيب من اين كيف تفسر وثقت ذلك؟ وكتبت هذه المعلومات؟ هل هي يعني بماذا تفسر ذلك استاذ عمر؟
يعني هو هذا التفسير، هو التفسير أن يكون الأمم المتحدة هي شريكة، ومنذ بداية أن تتولى هذه المبعوثة الأممية التي لا يثق بها الأمين العام للأمم المتحدة في التقارير وفي التصاريح، وقد يعني أندب أكثر من لجنة في العراق لتقصي الحقائق، لأنه يعرف أن مبعوثة الأمم المتحدة في العراق غير دقيقة وغير واقعية، وأنها تجامل وأنها تخفي الحقائق في العراق. وبالتالي يعني هذه المنظومة الأممية يجب أن تكون على قدر ومستوى من القانونية ومن الدقة ومن العقلانية. يعني إذا كانت هناك يعني قانون دولي تحتكم إليه هذه المنظمة الدولية وتخضع جميع الدول في هذا القانون، ألا يجب أن تكون هناك يعني محاكم أو تكون هناك لجان تقصي دولية بقمع الحريات؟ أليس هناك من الاختفاء القسري، من الاعتقال التعسفي، القتل خارج القانون؟ يعني لدينا نحن أكثر من ملف نشتغل عليه في هذا الموضوع، والأمم المتحدة إلى الآن في العراق من المبعوثة الأممية في العراق تقول أن هناك 125 وهناك أعداد قليلة من المختطفين وهناك أعداد قليلة من القتلى. يعني بأي صفة يتكلمون بهذه الأعداد وبأي منطق؟ طيب. يعني لا هو منطق القانون. أستاذ عمر لو سمحت، أستاذ علي عزيز، المتظاهرون أمهلوا السلطات الحكومية يعني في ذقار حتى عطلة عيد الفطر المبارك، وأن هناك أيضا تظاهرات ضخمة ستكون في 30 حزيران، هكذا وعد المتظاهرون. تمتد هذه التظاهرات إلى المنطقة الخضراء، يعني هل يمكن القول أن التظاهرات أو الثورة وصلت إلى مرحلة اللاعودة حتى تحقيق المطالب؟ نعم بالتأكيد احنا وصلنا إلى مرحلة اللاعودة حتى نحقق آخر مطلب من مطالبنا. احنا اليوم احنا انتفضنا من أجل أن نستعيد وطننا، نستعيد عراقنا، وكذلك أنه نشوف بأم عيوننا، نشوف هؤلاء الفاسدين، هؤلاء المجرمين، هؤلاء يعني زعامات الميليشيات ورؤساء الأحزاب والكتل كيف يحاكمون بمحاكم عادلة ونزيهة. استنظار من سيؤسس هذه المحاكم؟ اليوم القضاء العراقي قضاء مختطف، هذا القضاء نحن لا نعترف به بتاتا، كل قراراته مسيسة ابتداء من المحكمة الاتحادية ومن ثم إلى مجلس القضاء الأعلى. ولذلك احنا اليوم كثوار عراقيين حدثنا لا عودة عنه نهائيا، وستكون الانتفاضة العالمة اليوم 30 حزيران بالذكرى المئوية الأولى بعد مرور 100 عام على ثورة 20، ستبدأ وتنطلق من سوح الانتفاضة بمختلف المحافظات وستنتهي إن شاء الله بعقر دارهم. أستاذ عمر، البعثة الأممية طالبت حكومة مصطفى الكاظمي بالكشف فورا عن هوية الخاطفين من الجهات الحكومية والميليشيات، كيف تفسر ذلك؟ يعني التفسير لذلك نقول لها نحن من خلال شاشتكم الموقرة ومن خلال الأستاذ علي عزيز الناشط، الجميع يعرف، يعني لا داعي لأن تسأل مصطفى الكاظمي، الجميع يعرف من خطف هؤلاء المتظاهرين ومن اكل بهم ومن قتلهم ومن فعل فعلتهم الشنيعة هذه. هم ميليشيا بدر، هم ميليشيا سرايا السلام، هم الأحزاب وميليشياتها، وهم الأجهزة الحكومية، القوات مكافحة الشغب، المخابرات، الاستخبارات العسكرية، جميع الأجهزة الحكومية هي مشتركة في هذه الأفعال. يعني لا داعي يعني الأحداث التي وقعت من خلال الشاشات ومن خلال وسائل الاتصال الاجتماعي أثبتت جميع من قاموا بهذه الأفعال والانتهاكات الجسيمة على مرأة ومسمع من المجتمع الدولي. لا حاجة للأمم المتحدة أن تسأل من هؤلاء، على الأمم المتحدة أن تقول يجب أن تكون هناك محاكم فورية، وعلى الأمة وعلى مصطفى الكاظمي تقديم هذه الأسماء 1 2 3 4 إلى الأمم المتحدة للمحاكمة. على ذكر الأسماء أستاذ عمر، يعني لماذا تجنب التقرير ذكر أسماء محددة قاموا بعمليات الاختطاف؟ يعني هذه هي أيضا من عمليات التسويق ومن عمليات المماطلة ومن عمليات
يعني التسوية السياسية ما بين الأمم المتحدة وما بين حكومة، يعني هناك صفقات سياسية كبيرة تجري في أروقة المنطقة الخضراء ما بين الأمم المتحدة وما بين حكومة الكاظمي وحكومة علاوي وحكومة عبد المهدي وحكومة العبادي وحكومة دور المالكي. يعني بالطبع هي ليست فقط يعني أسماء مختطفين، وإنما أيضا عمليات قتل ومجازر حصل ضد المتظاهرين، وإنما لم تقم بعثة الأمم المتحدة بتقديم أسماء لمنفذي عمليات القتل. نعم أخي الكريم، يعني هذه الحالات القتل وحالات الاختطاف وحالات التغييب القسري والقتل خارج القانون، جميع هذه الأسماء هي معروفة. يعني لماذا هي تصر أو أرادت أن تخرج بهذا التقرير يعني غير الدقيق وغير الواقعي إلى العلن؟ هل لذر الرماد؟ هل هي لإشغال العالم في هذا التقرير لتنفيذ مجازر أخرى؟ يعني الكثير من علامات الاستفهام عندما تخرج، عندما تصدر الأمم المتحدة تقاريرها التي يعني نتمنى أن لا تخرج بهذه التقارير، لأنها يعني تشوه سمعة الإنسانية في المجتمع الدولي، تشوه يعني كافة جوانب الحياة عندما تخرج هذه المنظمة بتقاريرها غير الإنسانية إلى العلن. أستاذ علي، يعني بالتطرق إلى الكاظمي، كيف يمكن لشخصية قادمة من رئاسة المخابرات أن تسمح لميليشيا كميليشيا ثار الله باقتحام مقر قامت القوات الحكومية بإغلاقه؟ طبعا أيضا قامت بالاعتداء على عناصر الشرطة. نعم أستاذ الفاضل، يعني هي بالبداية اليوم احنا لو نشوف عملية اعتقال الأشخاص الخمسة من ميليشيا ثار الله قبل أسبوع تقريبا، وين هؤلاء الأشخاص الخمسة؟ لماذا تم إخفاء وجوه؟ لماذا لم يفصح عنهم؟ أين هم؟ وأين تم تسفيرهم؟ إلى أي محكمة؟ وكيف تمت محاكمة؟ هل بدأوا بمحاكمتهم أم تم إطلاق سراحهم؟ هذه تمثيلية رائعة جدا. اليوم بالنسبة لنا إحنا ميليشيا ثأر الله دخلت واستعادت مقرها. نحن نجزم بأنها عملية منسقة ومرتبة مع الأجهزة الحكومية، وليس ميليشيا ثأر الله فقط. أستاذي العزيز، في مناطق جنوب العراق هناك العديد من الميليشيات التي هي جميعها أذرع الأخطبوط. إحنا شبهنا هذا الأخطبوط القاتل هو رأس الفساد اللي هو يتمثل بالتحديد بحزب الدعوة وقيادته وبالتيار الصدري وقيادته، وكل باقي الميليشيات هي تفرعات عن هؤلاء. اليوم أنت عندك مثلا ميليشيا أنصار الله الأوفياء، هذه الميليشيا في محافظة ميسان بمدينة العمارة تنشط. أنصار الله الأوفياء هذه الميليشيا، الآن نحن لدينا معلومات كاملة ووافية وحتى تقارير موجودة بمحكمة بداعة العمارة، هي المسؤولة. أعطيك مثال عن اختطاف الناشط علي جاسم، اسمه موثق وهي الجهة المسؤولة عن اختطافه، أنصار الله الأوفياء. وكل الأجهزة الأمنية في العراق تعلم، وجميع الأجهزة الأمنية متواطئة مع الميليشيات، لأن أجهزتنا الأمنية هي مشكلة من عدة ميليشيات. الآن عندك أنت من يقود الوزارات بالعراق، الوزارات أغلبها مخترقة من الميليشيات، بل وإنما هناك وزارات وزيرها هو شخص ميليشياوي. يعني إحنا قبل 24 ساعة اتهمنا وزير الاتصالات الحالي الآن اللي هو أركان شهاب أحمد اللي كان مدير عام شركة الاتصالات المعلوماتية في زمن حكومة عادل عبد المهدي، اتهمناه اتهام مباشر وهو مكافأة، يعني أخذ مكافأة وتم توزيعه اليوم بمنصب وزير الاتصالات. هو من قطع الإنترنت، هو من تكتم على قتل العشرات من الناشطين. أمام هذه الانتهاكات أستاذ علي عزيز، زيارة الكاظمي إلى مقر هيئة ميليشيات الحشد، إلى أي مدى أسقطت ادعاءات الكاظمي بوضع حد لنفوذ الميليشيات في العراق؟ نحن نعلم منذ اليوم الأول أنه الكاظمي جاء نتيجة اتفاق مريب. هذا التوافق اللي حدث على الكاظمي، البعض قال أنه أمر أمريكي، والبعض قال أن إيران تجرعت هذا الأمر بشكل مر. هذا اتفاق مريب الكاظمي، نحن جميعنا نعلم أن من هو أي حزب فرض الكاظمي رئيس لجهاز المخابرات قبل عدة أعوام. حزب الدعوة فرضه، نوري المالكي فرضه. يا أخي المسألة واضحة اليوم، الشعب العراقي ليس بالشعب الغشيش المغفل،
الكاظمي راح وجالس قادة حزب الله، يعني أنا أحد المتظاهرين اللي كنت تحت الخلاني بالطرف من كراج السنك، وشاهدت بأم عيني ميليشيا حزب الله وهي ترفع راياتها وأعلامها عندما اقتحمت الساحة في يومها وقتلت ما يزيد عن 83 شخص من عندنا واختطفت الباقين. يذهب ويجالسهم، يذهب ويجالس يعني نحن لا نتهم فقط هؤلاء من جالسهم، نحن نتهم وزير الأمن الوطني مسؤول من صالح الفياض هذا بعظمة لسانه العديد من المرات قال هؤلاء المتظاهرين عبارة عن سلة من الأطفال، كيف نسمع ونصغي لهم؟ ليس فقط لهؤلاء ابقى معي أستاذ علي لو سمحت. أستاذ عمر، ما هو الخطر المحدق بالعراق فيما لو لم يتم وضع حد لنفوذ الميليشيات فيه؟ يعني الخطر لا زال قائم في العراق، والخطر القادم أكبر وأشنع إذا ما كانت هناك إرادة دولية في تحجيم هذه الميليشيات ونقل كافة الأسلحة من هذه الميليشيات إلى يعني مثل ما يسمونه إلى الدولة، وإن كانت الدولة هي بحد ذاتها هي تقتل، ولكن هذا الانفلات الأمني، هذه الفوضى، هذا انتشار الأسلحة بيد الميليشيات وهب من ذهب، هذا كله سيجعل أن العراق هو في بوتقة الصراع، وأنه لا يخرج من هذا الصراع إلا وهو يعني تسيل دماؤه من كل الأطراف وتسيل دماؤه من كل فئات المجتمع العراقي. الشعب العراقي الجميع واعي لهذه الفتنة، الجميع واعي لمخططات الميليشيات ومخططات الأحزاب السياسية ومخططات العملية السياسية، وهذا كله إذا كانت هناك ينتهي إذا كانت هناك إرادة دولية خاصة. نحن نتحدث الآن عن صلاحيات مجلس الأمن التي هي تقرر وقف هذا الانفلات الأمني وتقرر يعني إحالة العراق مرة أخرى إلى المنظومة الدولية ووقف تمدد الميليشيات وتمدد إيران في المنطقة. إذن يعني هناك يعني جوانب قانونية عديدة من قبل الأمم المتحدة ومن قبل مجلس الأمن في وقف هذه الميليشيات عند حدها وإرجاع يعني سطوة القانون خلال إغفال أو إهمال هذه العملية السياسية وإبدالها بعملية سياسية أخرى نابعة من هؤلاء الشباب الذين يتواجدون في ساحات التظاهر من خلال الخيرين ومن خلال الوطنيين ومن خلال جميع من يريد للعراق خير. يعني يجب أن تكون هناك يعني قلع من الجذور لهذه العملية السياسية ومخلفاتها، وإلا إذا تبقت هذه العملية السياسية وأحزابها وميليشياتها على سدة الحكومة فإن الوضع أخطر بكثير مما نحن عليه الآن. نعم أستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. وشكرا لك أيضا أستاذ علي عزيز عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.